يا أمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا واحد الاكزرسيس في هاد الفيديو. واحد الاكزرسيس على لا بوكل بور. ما علينا، هذا هو الاكزرسيس. اكرر ان الغوريتم كي في لا سوم دو ان ا ان تل كو ان اي ان انتيي سيزي بار لوتيليزاتور. خصك قبل واحد معلومة أساسية من بين الخطوات باش تحل واحد التمرين، خصك تفهمو. الا ما قدرتيش تفهم هذاك الالغوريثم اش بغا يقول لك، يعني هذاك الكيسيون اش بغا يقول لك، راه بلا ما تحتاج تفكر دير شي الغوريثم، فهمتيش بلا ما تحتاج. صافي صافي، يا حط السيلو وخرج في حالك ولا شوف شنو دير. ما عليناش، ندير واحد ترانسلاسيون اعراب. الناس اللي ما فهموش الكيسيون فرونزي نديرو ترانسلاسيون اعراب، شوفهم بالعرب. اكتب لنا، بغا يقول لك في السؤال اكتب لنا برنامج يقوم بعمل جمع الاعداد الموجوده بين واحد وعدد ان. هذا العدد ان هو عباره عن عدد صحيح يقوم باختياره المستخدم. بمعنى انت غدير واحد البرنامج، هذاك البرنامج مثلا الى عطيتيه ان كيساوي 4، الى المستخدم هو اللي كيدخل هذاك العدد، يعني لا صوم ديال هذاك العدد، لا صوم ديال هذاك العدد من واحد حتى لهداك العدد، يعني لا صوم من واحد حتى لهداك العدد. بمعنى إلى مستخدم عطى 4، فالبروغرام غادي يحسب له من واحد حتى 4، يعني غادي يحسب له 1 + 2 + 3 + 4 يعطيه 10. فهمتوا، استوعبتوا الفكرة؟ مثلا المستخدم دخل 3، غادي يحسب له البرنامج من 1 + 2 + 3 اللي هي 6. ولا درت لكم واحد ليكرون باش تشوفوا شنو هو الريزلت اللي غادي يخرج لكم البروغرام. اللي خرج لك الريزلت هو المستعمل كيدخل العدد، والبرنامج اللي يخرج له الريزلت. المستعمل دخل العدد 4 نفترضوا، البرنامج بطبيعة الحال يحسب له 1 + 2 + 3 + 4 + 4 = 10. المستعمل دخل 20، يحسب له من 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 الى 20، ويحسب له المجموع كله ويعطيه النتيجة. هذا هو الدور ديال البرنامج، يعني كيحسب لها الصوم دو ا واحد العدد داخل المستخدم. ما بغيت ندير الفيديو غير باش نشرح لكم البرنامج، وعاد نصايبوا الالغوريثم ديالو، طريقه الاستعمال ديال الالغوريثم ديالو. هادشي اللي كان في الدرس، نشوفوا طريقه كتابه ديال الالغوريثم في الدرس القادم ان شاء الله.